أشرفت السلطات المحلية لولاية أدرار رفقة ممثل عن وزير التعليم العالي على تنصيب مدير المدرسة العليا للفلاحة الصحراوية المنشأة مؤخرا. تشرفنا اليوم بحضور سيد ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتنصيب سيد إيدو عبد القادر على رأس يعني المدرسة الوطنية للفلاحة الصحراوية. كما يعلم الجميع كان مدرستين، واحدة على مستوى واد سوف واحدة على مستوى ولاية أدرار، فنتمنى كل النجاح للسيد المدير ولكل طاقم الجامعة. وكذلك يعلم الجميع أن ولاية أدرار لها مقومات كبيرة في الميدان الفلاحي، فنحن سنرافق يعني الجامعة عن طريق سيد مدير الجامعة أو حتى عن طريق سيد مدير يعني المدرسة هذه الوطنية للفلاحة الصحراوية. وعن أهداف المدرسة يقول مديرها ومدير جامعة أحمد راعية بأدرار: أهداف المدرسة هي التطوير الفلاحة في المناطق الصحراوية. كنهضروا على التطوير مثلا استعمال الطاقات المتجددة في الفلاحة، وهذا مهم جدا لما أن المناطق الصحراوية هي منبع لهذه الطاقات، ومنها الطاقة المعروفة في الصحراء هي الطاقة الشمسية. إنشاء المدرسة العليا للفلاحة الصحراوية من طرف السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لم يكن اعتباطيا، ولكن كان يترجم الرؤية الثاقبة يعني للدولة الجزائرية وكذلك السياسة المنهجية لتنويع الاقتصاد الوطني وكذلك الاهتمام بالجنوب الكبير. وبإنشاء المدرسة العليا للفلاحة الصحراوية بأدرار يبقى لزاما التكامل بين الخبرة والعلم للنهوض بالقطاع الفلاحي بالولاية والوطن.